ومحورنا جدا مهم. مهم أكيد طبعا. دائما نأكد عليه ونذكر ونحكي بكل تفاصيله، لكن ما شفنا أي استجابة ولا شفنا أي يعني أشخاص إذا اليوم موجودين بالجهات المعنية أو بالحكومة تحديدا أو بالبرلمان يقرون قانون عن موضوع العنف اللي نشوفه اليوم على السوشيال ميديا، لأنه حالات الانتحار اليوم هاله يعني والمشاهدين صارت ترند وصار الحديث الساعة وصار الشغل الشاغل كل الناس. يعني بالسابق كانت يمكن هذه القضايا هي مو بالعلن، لكن اليوم أصبحت هذه القضايا تظهر للناس معلنة صحيح. بشكل جدا واضح من خلال السوشيال ميديا أو من خلال القنوات الفضائية. لكن أكو مشكلة أنه تبقى لها أسبابها أكيد. وتبقى لها مسبباتها الخاصة، وبالتالي تغلق هذه القضايا وتروح بذاكرة النسيان بدون تسليط الضوء عليها، بدون كشف أسرارها، بدون معرفة شنو هذه الأسباب اللي أدت لهذه الحالة من الانتحار. وإحنا نشوف اليوم يمكن على السوشيال ميديا وصل لهذه المواضيع حتى للكثير من النجوم. أكيد طبعاً طبعاً 100% فقط من عامة الناس يعني صحيح. حتى النجوم اليوم دا نشوف أكو حالات الانتحار دا صير، وبدون ذكر أسماء يعني أنت كده تشوفون على السوشيال ميديا سي من الناس من الفنانين العراقيين أو سي من الناس من النجمات العراقيات حالات الانتحار وإلى آخره اللي أصبحت معلنة على السوشيال ميديا، لكن أسبابها ومسبباتها وعناصر هذه الحالة الخاصة بالانتحار تغلق القضية وتروح بذاكرة النسيان. أكيد 100%. ورغم ازدياد حالات الانتحار اللي صار المجتمع يعني صار الموضوع جدا طبيعي، يعني خلاص صار المجتمع يتقبل هذا الموضوع، بس المجتمع يخجل استعانة بالطبيب النفسي حتى يعالج هذه المواضيع ونشوف شنو أسباب اللي تدفع الإنسان إنه هو يروح يسوي هذه الجريمة بحق نفسه وبحق أيضا المجتمع ويرفض فهم دوره، وبالتالي راح تستمر هذه الحالات وهي أصلا واقعيا هي باستمرار، ويتم ربطها بقلة الوعي الديني أو حتى الوعي اللي هو بالمجتمع، رغم أنه لها كثير من الأسباب النفسية والعضوية طبعا وظروف الحياة واستيعاب الناس للحياة والمآسي ممكن صح. اللي تمر عليهم والمشاكل اللي تمر عليهم تدفعهم لهذا الموضوع. اليوم راح نناقش موضوع الانتحار وأسبابه ودوافعه وكل تفاصيله مع ضيفنا المهم جدا أكيد اللي هو مع المختص بعلم النفس ومدرب التنمية البشرية الأستاذ كريم الترابي. صباح الخير أستاذ. صباح الخير دكتور. صباح الورد والياسمين والتفاؤل والسلام والحياة عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الرشيد الفضائية المحترمين. مرحبا. صباحك. صباح التفاؤل اللي نكتسبه دائما من خلال كلامك أكيد. نعم. شكرا. بالمناسبة أكو خبر كلش حلو قبل أن نبدي لأنه أهمية الموضوع. نعم. لحد هذه اللحظة نعم. الخبر الجميل بأنه عدد الولادات بالعالم الولادات نعم. 115,661 عدد الولادات لحد هذه اللحظة، يعني من الباص 12 بالليل إلى حد هذه اللحظة. الوفيات تتصور 58,143. يعني سبحان الله دائما الحياة دائما التفاؤل هي صح يعني دائما العطاء. نعم الحمد لله وشكرا. دكتور كريم أريد منك يعني بداية نتحدث إحنا اليوم عن حالات الانتحار، وإحنا نشوف اليوم على السوشيال ميديا أصبحت حالات الانتحار بشكل جدا واسع وأصبحت معلنة للناس. يعني بالسابق يمكن كنا نسمع بها فقط، لكن اليوم قمنا نسمعها ونشوفها بدون ما نتعرف على أسبابها. أريد منك أعرف أنه شخص اللي قرر ينهي حياته، شنو أبرز الدوافع اللي تشجع القيام بهذا الفعل؟ يعني بداية أنا أول مرة خلي نيجي نشوف يعني شنو اللي يصير بالضبط اللي يقود الشخص إلى الانتحار. طبعا الانتحار بشكل مبسط جدا هو وضع نهاية لحياة شخص ما. نعم. طبعا اللي يصير بأنه سبب الانتحار، السبب الانتحار حسب ما توصل إلى جيمس هيلمان في كتابه الموسوم اسمه سوسايد اند ذا سول، يعني النفس الانتحار والنفس. يقول السبب الرئيس بأنه احنا في تفاؤلات اليومية، يعني كل واحد بينا نتعاطى مع الأحداث، يعني مثلا نطلع من تجربة نتعاطى معها نعبرها سواء بالمدرسة سواء بالبيت سواء بالشارع في أي مكان، يعني دائما نتفاعل مع الأحداث اللي يصير في رأس المنتحر أو في دماغ أو في عقل المنتحر في ذلك الوقت، يعني
في تلك اللحظة. نعم. بأنه هذا التفاعل، هذا التفاعل يوقف ينتهي، يعني ما يصير عنده بعد تفاعل، يعني إلى نقطة معينة كل شيء ينغلق أمامه، كل شيء ينغلق أمامه، يعني هني نقول ما يشوف حلول. نعم. فينطلق بأنه يجد بأنه الحل الأسهل هو بأنه يذهب ويعني ينهي حياته ويوضع يعني حد للألم أو للموت. نعم. طيب بما أنه إحنا بدنا نحكي بموضوع الانتحار، دكتور، الانتحار مرتبط بقلة الوعي أم قلة الدين والإيمان؟ لأنه مثل ما تعرف إحنا المجتمع أو الوعي المجتمعي دائما يربط بقلة الإيمان، فأني أريد أعرف هو مرتبط بهذا الجانب أو هذا الجانب أو اثنينهم. يعني أنا دائما أكرر وأقول بأنه مو إحنا كل شيء نجيبه نحطه، يعني نحطه شماعة على الدين. المنتحر هو شخص، هو نفس يجب التعاطي معه، ويجب يعني فهم الموضوع بشكل عام. يعني مثلا على سبيل المثال في أوروبا اليوم الانتحار لا يجرم، لا يجرم، يعني أتكلم على مستوى سبيس، الانتحار لا يجرم، ولكن التحريض على الانتحار يجرم، ولكن نفس المنتحر لا يجرم، لا تعتبر جريمة. نعم. ولذلك دائما يعني يجب أن نوقف عند عقلية المنتحر. خلنا نأخذ بالأسباب، يعني لو كل واحد مثلا، يعني أنا دائما أسميه في علم النفس التقمص العاطفي. نعم. أو حتى يعني أقدر أسميها نظرية العقل للمختصين بعلم النفس يعرفون إيش داحش، يعني يعني نظرية العقل أو التقمص العاطفي، بأنه أنت تضع نفسك مكان الآخر ومن ثم يعني ترى الأحداث. الأمر راح يختلف، يعني يجب أن نتفهم عقلية الشخص اللي يفكر بالانتحار. أكيد يعني راح إن شاء الله نتطرق في خلال الموضوع، هناك يعني أسباب عديدة ومهمة مهمة، يعني بالنسبة للمنتحر دائما أقوله يعني هو الفعل والسلوك لا يبرر. نعم. وحتى إحنا عندنا دينيا حرام، يعني الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما في سورة النساء. فعلا. طيب دكتور، نعم. دكتور، ممكن احنا اليوم نقدر نقيس ملامح او علامات الشخص المنتحر؟ لو صعب قياسه او صعب انه نفرزن علاماته، او ممكن تكون ملامح له خاصه؟ يعني المنتحر دائما اللي دائما اتقوا بانه الشخص من يكون يعني انطوائيه، يعني اكثر انطوائيه، شهيه الثقل، ما يحب يتكلم مع أي إنسان، الاختلاء دائما شوف، يعني أنا أكثر من الناس أسترح أحكيكم إن شاء الله في شغلة صارت وياي، بس هلأ كمل هذه النقطة. نعم. دائما اللي ينتحر يعني حتى بالصلاة يدعي يقول له يا ربي خلص من هذا العالم، خلص من هذا الدين، يعني دائما خطابه وحتى حديثه مع ذاته مع نفسه يكون يصب في هذا الاتجاه. يعني أحكيكم هذا حتى لا أنساه، الموضوع اللي صار وياي. نعم. بأنه قبل شهرين انا عاده بالليل من يعني من انا اطفي التليفون او اخلي على السايلنت حتى ما اسمع، يعني فذاك اليوم نسيتها، فاتصلت وحده يمكن احدى السيدات بالساعه بالثلاثة ونص بالليل بتوقيتنا، فقالت لي دكتور احب اسلم عليك لانه انا قررت الانتحار. انا يعني بذيك اللحظه شو بدي اسوي؟ يعني انت انذهلت يعني اي بالضبط، يعني انا حقيقه فاستخدمت كل اللي اعرفه حتى أوقف السيدة، فبديت شوية أتكلم معها أشوف شنو الداعي اللي يقودها إلى هذا الشيء، إلى أن شوية خليتها تتكلم، أنا أستمع فقط بدون أي حكم، أستمع فقط الاستماع، يعني هذا ضروري جدا إلى كل واحد يسمعني، بأنه لا تنطون أحكام، لا تعلمون، فقط استمع خلي فرغ اللي عنده حتى يصير عنده تفريغ. صح. فلما سمعت من عدها إلى أن طلعت اللي عندها، فرغت كل اللي بداخلها، فرغت اللي بداخلها، وصلتها الى اذان الفجر، اذن المؤذن، قلت له روح اصلي، راحت صلت، ثاني يوم اتصلت بي قالت لي دكتور انت نقلت حياتي. طيب بما انه يعني شكرا على هذه القصه اللي سردتها لنا اكيد دكتور، وانت اليوم يعني نقذت حياتها من الانتحار، فبما انه انت نقذت حياتها من الانتحار اكيد اكو طرق ووسائل حتى احنا ممكن لازم نتعامل ويا الشخص اللي مقرر ينتحر، او في حال انه احنا شفنا شخص مقرر ينتحر شنو ممكن الوسائل والطرق اللي نستخدمها، بالاضافه لهذا الانسان نفسه انه شلون يقدر يعرف اذا هو عنده اساسا هذا الجانب انه هو مايل للانتحار؟ سيدتي الكريمه،
السيدة هالة الجميلة. شكرا لك. خلينا نشوف أول مرة خلينا نشوف هو شنو اللي يصير بالضبط. يعني راح أحكيكم إياها طبيا في دماغ المنتحر. الانتحار لا يخص في أي أنا تتعرض إلى الاكتئاب أو منعزمة، يعني ممكن يصير حتى بالناس الاعتياديين. اللي يصير بأنه هلا عندنا في دماغنا يعني أكو بروتين اسمه عامل التغذية العصبية المستمد من الدماغ اللي هو برين درايف نير ترافيك فاكتور. فهذا البروتين يتصل من ينخفض يتصل اتصال معين بهرمون السيروتين أو هرمون السعادة. هرمون السيروتين وهرمون السعادة يضرب في الفص الجبهي عند الإنسان وأيضا في الحصين. الفص الجبهي مسؤول عن الإدراكات وعن التفكير المنطقي، والحصين اللي موجود تحت القشرة المخية اللي هو مسؤول عن ربط هذه الإدراكات والذاكرة وما غيرها. فيروح الانخفاض من انخفاض هذا الهرمون البروتين يؤدي إلى انخفاض هرمون السيروتين. هرمون السيروتين بدوره يروح يؤدي هذه المنطقة ومنطقة الحصين. فممكن أي إنسان يتعرض إلى هذا الموضوع أما سؤالك يعني كيف احنا نعرف، كان سؤالك كيف نعرف انه المنتحر يعني كيف، يعني مثل ما قلت لك يعني بانه المنتحر تكون له سلوكيات خاصه تكون تفاصيل خاصه. نعم بالضبط. يعني نتقرب اليه، يعني نشوف لما نشوف انسان يمر بانه بوضعيه معينه بسلوك معين نتقرب اليه نساله نتواصل وياه نتوالد وياه. اذا ممكن انا دائما انصح بانه اكو احنا عندنا نوع طيب من العلاج المعرفي والعلاج الطبي. فاذا الحاله تسوء يعني انا افضل بانه يعرض على الطبيب هو المتصف. هذا اللي انا حابه يعني اعرفه انه شو وقت لازم الانسان يحس نفسه خلاص بعد لازم يروح يراجع طبيب نفسي، لازم يروح يلقى حل للحالة النفسية اللي هو دا يمر بها، وشلون الطبيب النفسي راح يساعد هذا الشخص اللي هو مثلا عنده حالة نفسية او دا يريد ينتحر. لانه مثل ما تعرف احنا اليوم المجتمع مالتنا ما يتقبل انه الشخص او اللي يعاني من موضوع معين نفسي يروح الدكتور نفسي. يعني للأسف دائما أكرر وأقول بأنه إحنا ثقافتنا يعني حول هذا الموضوع حقيقة ثقافة قاصرة أنا أسميها. نعم. لأنه يعني نعم مثلا في أوروبا على سبيل المثال في سويسرا كل الناس يروحون إلى السايكولوجي، يعني مو الطبيب لا السايكولوجي اللي يمكن يساعدهم يعني في تحسين وضعيتهم. أما الموضوع الطبيب فأني يعني من أشوف الشخص دائما يردد بانه يا رب خلصني في نفسه اختلاء مع نفسه، يا رب اي اخلص من هذه الحياه، يا رب اخلص من هذه الحياه، يا رب ما اريد استمر بهذه المعاناه. من الانسان يبدي يكرر هذا الشيء دائما ويعني حتى في صلاته وفي الخلوه مالته. فاني اتصور بانه هذا الشخص اذا ما كان هو قادر ان يطلب المساعده فالمقربين له يجب ان يتدخلون ويعرضون عليه المساعده وايضا يعرضوه على الطبيب المختص حقيقة حتى يقدر يساعده بطريقة أو بأخرى عن طريق العقاقير الطبية، وأيضا مع استخدام العقاقير الطبية يدخل الموضوع العلاج السلوكي المعرفي اللي هو السايكولوجيست والكوتشينج وكثير من هذه الطرق اللي تساعد المريض حتى يتحسن من حالته. طيب دكتور بدي أعرف منك أنه صحيح اليوم أنه إحنا عندنا جسد مشاعري إذا انهار أو تضرر فتلقائيا أنه يمرض الجسد المادي وهنا راح تنتهي الحياة تدريجيا؟ احنا عندنا في البرمجة العصبية يعني أو في التنمية البشرية والبرمجة العصبية عندنا العقل يعني التفكير وعندنا الجسد المادي. نعم. العقل يأثر على الجسد يعني شو راح أعطيك المثال، والجسد يأثر على العقل، واحد يأثر على الآخر. انت من تتعب نفسيا تفكيرك يتعب دائما جسدك يتعب، يعني هذا احنا ملاحظينه، يعني ما لك يعني تحس نفسك تعبان ما تقدر تسوي كل شيء. بنفس الوقت لو يا سمح الله الجسد او الجسم ينجرح ياثر على نفسيتك، تحس نفسيتك بانه انت تعبانه يعني صحيح. يعني ما لك خلق كل شيء تسوي. ولذلك الجسد وال 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 والعقل واحد يأثر على الآخر، سلامة العقل تأثر على سلامة الجسد، والجسد يأثر أيضا على سلامة العقل. ولذلك إن شاء الله في خلال
تمام. تواصلنا معكم، اكو اكثر من طريقه تساعد الناس حتى تقدر تحسن من مستوى حياتهم وترفع نوعيه المعيشه. تمام. نعم. طيب دكتور، خلينا انا وياك وهاله والمشاهدين نروح لفاصل وبعدها راح نواصل وياك ونكمل حوارنا. زين تقدم لك خدمة جديدة والأول مرة بالعراق، تقدر بيها تعبي رصيدك ورصيد غيرك بكل سهولة عن طريق بطاقة فيزا أو ماستر كارد من داخل أو خارج العراق، وبطريقة كل سهلة. ادخل على موقعنا iq.zain.com/myzain ومن خلال حقل حسابي بكل سهولة سوي حساب شخصي بإدخال اسمك ورقم تليفونك وكلمة مرور، وبعدها اضغط على إعادة التعبئة وأدخل رقم الهاتف واختار المبلغ من الفئات الموجودة، وبعدها بعض الخطوات تكمل بها إدخال معلومات بطاقتك. عبي رصيدك ورصيد اللي تحبهم من أي مكان تقدر تشحن لهم. رجعنا إياكم مرة ثانية مشاهدين الكرام حتى نكمل محورنا اليوم مع الأستاذ كريم الترابي أكيد، ونكمل أسئلتنا وكل التفاصيل اللي تخص الحالة النفسية وموضوع الانتحار. ويانا مرة ثانية الأستاذ كريم الترابي. أستاذ كريم إن شاء الله دائما وياكم. نعم. يا ألف هلا مرة ثانية أستاذ كريم. قبل الفاصل كنا نحكي عن موضوع أنه المشاعر والعقل مرتبطات شيء بشيء، فأنا أريد أعرف من حضرتك إحنا شلون نقدر ندعم الجسد المشاعري ونقويه. طبعا إحنا جاي نتكلم ندخل، وهذا دائما ما أتعوله في التنمية البشرية والبرمجة العصبية، بأنه دائما المشاعر تتطور عن طريق التفكير الإيجابي. يعني دائما أخلي دائما تفكيري إيجابي، يعني أعكس الأفكار السلبية إلى الأفكار الإيجابية. دائما أبحث عن المعنى في الأشياء، يعني حتى يعني خلينا نأخذ على سبيل أعطيكم مثال عملي، يعني النساء اللي يتعرضن مثلا إلى الاضطهاد أو حتى الرجال، يعني دائما أدعو بأنه إلى البحث عن المعنى فيما يحدث. يعني ما هو المعنى، ما هي الرسالة الكونية التي ممكن أني أستفيد من عدها، أو ما هو الجانب الإيجابي من هذه التجربة. أي نعم أنا فشلت في تجربة، ولكن ماكو، يعني إحنا نقول عليه في البرمجة العصبية دائما خبرات وتجارب نتعلم من عدها، فدائما أبحث عن الجانب الإيجابي. يعني أمر التجربة السلبية أبحث دائما عن الجانب الإيجابي. يعني مثلا حتى على سبيل المثال الانفصال، يعني دائما أقول مثلا أنا انفصلت، مثلا ما هي الرسالة أو الجانب الإيجابي اللي أني ممكن أن أجد في هذا الانفصال. فدائما أبحث عن الجانب الإيجابي. التفكير السلبي دائما أحاول أطرده، يعني دائما ما أصده. الفكرة من تنصد تسبب لنا مشكلة، فما أصدها. يعني الفكرة من تجيني أخليها تروح تطلع هيك، يعني ما أصدها، يعني خليها تطلع. فكثير من هذه الطرق ومن هذه التقنيات اللي ممكن تساعد حقيقة بأنه إحنا نبدل تفكيرنا من التفكير السلبي. ممكن حتى إيجابي. الناس اللي المحيطين بينا ممكن نحاول إنه نخلي بس الناس الإيجابية، الناس اللي تفكيرها إيجابي، الناس اللي عندها طموح، نحاول نبتعد عن الناس السلبيين اللي دائما يشكون، دائما متذمرين. هذا هم مهم. يعني ذول الناس هم يدمرون حقيقة الطاقة، يدمرون طاقة. صح 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 للأمانة. وايد عندنا هيك ناس. يعني كل احنا تصير فينا، مثلا انت تثق في شخص معين، مجرد تعبر دقيقه دقيقتين تنهزم، يعني ما عندك المقاوله حتى انت تقدر تواصل وياه. ليش؟ لانه تفكيره ايجابي، توجه العفو سلبي. توجه الذهني سلبي، طريقه ينعكس عليك. صحيح، ما تقدر. صح دكتور، اخرى اضيفها فكره اخرى، يعني فضل. فقط المشاعر التعبانه والسلبيه، يعني حتى انت من تزور مريض في المستشفى بعض المرات ما تقدر تطول عنده مثل ربع ساعه، مو اكثر، 20 دقيقه. ليش؟ لانه المريض دائما تكون مشاعره يعني نوعا ما يعني واقعه،
فتأثر على مشاعرك العالية فيأخذ من طاقتك الإيجابية فتشعر بالتعب. صح. نعم. طيب دكتور أريد أعرف منك أنه بأي مرحلة عمرية للإنسان تكون عنده تراودة أفكار الانتحار؟ يعني هل أكو عمر معين؟ الأعمار لا طبعاً. بالمناسبة أكو فد موضوع جداً مهم. حالات الانتحار العالم كله تصل إلى 1,000,000 حالة انتحار. نعم. تصل إلى يعني كل 40 ثانية هناك حالة انتحار. انتحار. الأعمار هي ما بين 15 إلى بين 29 سنة. يعني الأعمار اللي دائماً يقع عليها يعني اللي يكون عليها اللود كلش قوي، يعني هذه الفئة العمرية المرحلة من 15 إلى 29 سنة. فيما يخص الذكور، نسبة الذكور إلى نسبة الإناث، دائماً الذكور يتجاوزون نسبة الإناث تقريباً 3 إلى 4 أضعاف اللي السيدة. هو أنا شنو حابة أسألك دكتور دارد، أقول لك منو الأكثر يعني ميلان للانتحار، النساء أم الرجال؟ مثل ما قلت لك يعني الرجال أكثر من 3 إلى 4 مرات من النساء. مو نتعب هواية دكتور. نعم في مجتمعنا يعني إحنا لما نجي نشوف اليوم مجتمعنا وخصوصا مجتمعنا في العراق أقولها للأسف بأنه دائما يعني تقع على النساء حمل كبير ومسؤولية كبيرة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي وأيضا علاقة الزوج مع الزوجة. يعني بعض مرات أنا تجيني حالات يعني حقيقة أحزن إلها، لأنه يعني فوق الجانب الاقتصادي أقدر أسميه التعبان، يجي الزوج مثلا ويسوي مشاكل مع الزوجة، فالله يساعدها يعني حقيقة تقودهم أفكار بعض مرات النساء أفكار يعني تصل إلى العنف، ولكن نحاول جهد الإمكان إنه حتى يعني عبر صفحة الشخصية وسائل التواصل عبر قناتكم الكريمة حقيقة اللي ما أعرف شلون نقدر أشكرها، لأنه تعطينا هذه الفرصة بين وقت وآخر. إحنا اللي نشكرك أكيد. بالعكس والله نوجه رسالة للناس، نعطيهم الطرق والتمارين اللي تساعدهم واللي تقدر تطور من قابلياتهم ونوعية حياتهم. دكتور هلا ممكن تفكر بالانتحار؟ آني دكتور للأمانة يعني هو يعني هو من مدحه يمكن نفسه وذمها، بس أنا كلش أمدح نفسي بالجانب الإيجابي، أنا كلش إنسانة إيجابية لأبعد الحدود، فكلش بعيد عني هذا الموضوع. يعني دائما أقول بأنه هذه الفكرة بقدر ما ممكن أن يعني تصير عند الناس اللي يعانون من الدبرشن من الكآبة، ممكن تصير أيضا عند الناس الاعتياديين. طبعا إحنا أكو يعني مسائل مهمة وعوامل، يعني هاي النقطة أتطرق لها، العوامل اللي تتأثر بالانتحار. يعني عندنا الاضطرابات النفسية على سبيل المثال، يعني الإنسان الاضطراب النفسي الدبرشن وغيره والوسواس القهري، الحالات القصوى تقود أيضا إلى الانتحار. عندنا تعاطي العقاقير والمخدرات، يعني هذه المسألة اليوم أصبحت في كل العالم، يعني تأثر حقيقة في توسيع فكرة الانتحار. عندنا مثلا القمار وما يصحب ذلك من ألعاب القمار. صح. تأدي يعني في حالات مثل واحد يلعب قمار بس مجرد يخسر كل أمواله يجي يسمي، إحنا نسمي الانتحار يعني الأقصى شيء بأنه يقتل نفسه. دكتور يعني عذرا على المقاطعة، يعني قبل شوية هالة ذكرت وقالت أنه أنا أكثر إنسانة على الطاقة الإيجابية. أنا هنا الموضوع يقودني لسؤال، أنه هواي نشوف نجوم يعني حتى هم مشاهير العالم، ممكن نجم بالكوميديا أو نجم مستمر بالعطاء ودائما عنده يكون البهجة والفرح ونشوفه دائما بمظهر من خلال الشاشة، لكن فجأة يقررون ينهون حياتهم. شنو تفسيرك لهذا الموضوع؟ راح اجيبك على هذا الموضوع، بس اكفي نقطتين بعد اخرى العوامل المؤثره على انه مهم جدا. وسائل الاعلام ايضا من الامور المهمه في توسيع فكره الانتحار عند بعض الشباب. تشوف يعني حتى في العمليات الارهابيه اللي شهدها العالم واللي شهدنا حتى بلدنا الحبيب، بانه يطلعون لك شباب موسيقى دينيه قران وما الى ذلك عن طريق وسائل الاعلام فتاثر في نفسياتهم. والجانب صحيح. الآخر اللي هو الجانب العقلاني أو الجانب المنطقي اللي يقود يعني الإنسان يكون يدرك بأنه راح يسوي هذه العملية، مثلا الفدائيين
اللي يقومون بهذه العمليات. أما فيما يخص سؤالك اللي يتعلق بأنه بعض المشاهير يعني ينتهي بهم الحال إلى أنه يعني الانتحار ينتحر الانتحار. طبعا اللي يصير مثل ما قلت على المستوى الطبي أنا شرحته اللي يعني قدرون مستمعيكم الكرام يرجعون اللي قلته في البداية. وأيضا الجانب الآخر بأنه دائما أنا أقول بأنه إنسان لما يفقد المعنى نعم يعني أي نعم أنا عندي كل شيء مثلا أي نعم أنا أتمتع بالرفاهية ولكن أفتقد إلى المعنى. يعني ما هو المعنى من كل هذا؟ يعني دائما أسمي الفقر الروحي يعني طبعا هذا الفقر الروحي يعني قل ما تجد يعني نتكلم ليس فقط بأنه أنا يعني أدعو بأنه إلى الالتزام والتقرب من الله سبحانه وتعالى وإنما دائما يعني تشوف الأكثر شيء المبتعدين عن الله سبحانه وتعالى يساعدهم هذا الفقر الروحي صحيح. ولذلك غياب المعنى يقود أيضا إلى أن كثير من المشاهير اللي احنا نعرفهم يعرفهم العالم بأنه انتهى بهم الحال إلى الانتحار. يعني هنا أنا موضوع غياب المعنى هنا أنا ذكرتني بشخصية من المشاهير العالم هي النجمة العالمية داليدا. يعني داليدا بالأخير قالت أنا كل شيء بحياتي سويت بس وين المعنى؟ وقررت الانتحار أكثر من مرة إلى أن آخر مرة اللي هي ضبطت وياها وانتحرت. يعني أنا دائما أقول وأكرر بأنه أن تجد معنى لحياتك أن تجد معنى لوجودك أن تجد من يعني من آن اليوم على سبيل المثال خلينا نعطيكم مثال عملي نعم. يعني أنت اليوم مثلا جاي تأدون مهمة إعلامية رائعة وبنفس الوقت أنا جاي أحدثكم ما هو المعنى من كل هذا؟ يعني احنا اللي نريد نوصله الى مستمعيكم الكرام في كل مكان في كل مكان بانه نوصل معنى نوصل بانه فكره تساعد الناس بانه يا ناس بانه هاي السلوكيات او هذا التفكير بحد ذاته هو تفكير يعني اول شيء من البعد الديني حرام ومن ثم ايضا البعد المجتمعي البعد الاخلاقي والقوانين الدوله كلها المنتحر هذه ينتهك نعم. يعني ليس فقط بأنه المنتحر يجي يؤدي نفسه أو يضع لا وإنما وينتهك الأسس الأخلاقية والأسس المجتمعية والتقاليد والقيم البعد الديني القوانين الدولة كلها هذا المنتحر وينتهكها إضافة نقطة مهمة جدا نعم. بأنه المنتحر يترك ألم غير منتهي أحبته وعائلته صح لأنه بالتالي طريقة يعني طريقة مفارقته للحياة مو طبيعية مو المعتاد عليها مو الاعتيادية مفاجئ صح مفاجئ طيب دكتور أخيرا فعلا اللي عندهم تاريخ طويل من المشاكل الزوجية من المشاكل القانونية والمشاكل المادية المشاكل النفسية والمشاكل الصحية يكونون عرضة لحالة القتل والانتحار سوى أو المنتحر يأذي نفسه بس يعني مثلا إذا هم مجموعة عائلة وعندهم هاي المشاكل كلها اللي أنا ذكرتها ممكن ينتحر هو والمحيطين به أو يقتل نفسه والمحيطين به أو يأذي بس نفسه. يعني أنا دائما أقول بأنه المشاكل الزوجية أدعو دائما يعني إلى حقيقة إيجاد الحلول إلى أن يكون هناك تفاهم يعني هذا الموضوع بحد ذاته بأنه كثرة المشاكل تقود أيضا إلى توسيع مفهوم إيذاء النفس. يعني المنتحر حتى لو ما يموت بعض مرات يعني يؤذي نفسه يعني نعم. يعني إذا مثلا يحكون علي يمكن شفناه قبل فترة قبل كم يوم على مواقع التواصل بأن واحد الأشخاص ربط نفسه ورادي لحقوا عليه ولكن بالنهاية وما مات ولكن أذى نفسه بالناحيتين يعني سواء كان إذا منتحر يكون إذا نفس فهو حرام. ليش؟ لأنه إذا النفس إضافة إلى أنه صح. بأنه هذا الجو العائلي اللي أكد على 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 سؤالك كريم بأنه الجو العائلي هاي المشاكل وهذه الهموم وهذا اللي دائما بعض الأزواج أو الزوجات يفتعلوها هذه لا تصب في مصلحة حقيقة الكل خاسر يعني جميع الأطراف وخصوصا الأطفال خصوصا هذا الجيل. يعني يا ناس يا 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 أحبة يا غالين أنا من محبتي لكم لأنه يعني أنا أشوف كل أولاد الناس مثل أولادي مثل فالطفل لما يترعرع ويكبر في بيئة حاضنة للمشادات للنزاعات للطلايب احنا نقوله هذا بحد ذاته راح ينعكس عليه مستقبلا راح تنعكس عليه مستقبلا في سلوكياته
في تعاطي مع المجتمع، في تعاطي مع زوجته، مع عائلته، مع أقرانه، راح تنعكس بطريقة أو بأخرى. والكثير من الحالات اللي أنا يعني ما أقول بأنه كثير من الحالات تأكد كلام. أكيد 100%. نعم. طبعا شكرا لأجوبتك الجميلة. يعني دائما فعلا أنه من أسمع كلامك وأسمع حوارك ويانا بكل حلقاتنا تحسين أنه الطاقة الإيجابية، نحس بالتفاؤل. نعم. يعني نحس بأنه فعلا أنه أنت مختص بعلم النفس، يعني هذا شيء جدا مشرف، وأنت شخص مشرف وإضافة أنه للبرنامج. ممكن أضيف بس إضافة يعني. أكيد أكيد. رسالة إلى كل من يسمع هذا الصوت. نعم. يعني الكره ما يبني. صح. الكره ما يبني. يعني أنا دائما أدعو إلى الحب، إلى التسامح. إحنا عايشين حتى نحب أكيد. قيمة هذه الحياة اللي الله سبحانه وتعالى من عليه وأعطانا إياها. يعني هذه الحياة اللي إحنا إجينا بها حتى نكون يعني حقيقة أداة فاعلين في هذا المجتمع، حتى نقدر نطور نفسنا ونطور اللي حوالينا. فخلنا نحب بعضنا، خلنا نحترم بعضنا. ونعيش نعيش بالسلام، نعيش بالسلام والاطمئنان. وخير الناس من نفع الناس. وشكرا. أكيد أكيد. شكرا على هذه كمية الطاقة الإيجابية والمعلومات القيمة وهذه التفاصيل. وإن شاء الله كل يعني كل فترة تكون ويانا أنت حتى تنطينا جرعة هذه من الطاقة الإيجابية. وإن شاء الله المشاهدين استفادوا من هذه المعلومات بالتالي حتى يبتعدون عن هذا الموضوع، لأنه بطريقة أو بأخرى هو غير مرغوب به، وهو أساسا من الأصل هو محرم. شكرا لك دكتور كريم الترابي. سلاما على الجميع، بردا وسلاما على الجميع ان شاء الله. شكرا يا ربي. ان شاء الله امين. شكرا لك. اذا مشاهدينا الكرام، من بعد ما تحدثنا وياكم ومع الدكتور كريم الترابي المختص بعلم النفس عن موضوع الانتحار، نتمنى انه احنا هذه امنيه ما اعرف ان شاء الله تتحقق، انه نبتعد عن موضوع الانتحار، لانه انت اذا حاولت تخلص من الحياه ما راح تخلص من الاخره، ولا راح تخلص من عقاب ربك بموضوع الانتحار، لانه مثل ما ذكرت اني وهالة ايضا ذكرت انه هو اصلا شيء محرم. محرم انه شخص يقتل هذه الروح اللي انطاك اياها الله، فهو اللي انطاها ياخذها الله سبحانه وتعالى. اذا مشاهدينا الكرام، من بعد هذا المحور فاصل ونواصل وياكم.